أنا حقيقة لجنة تقصى الحقائق شكلت بناء على طلب من نواب محافظتي، وأنا أحد النواب الأساسيين الذين طلبنا هذا الأمر من النواب، وتم التصويت على هذا الموضوع وتم تشكيل لجنة تقصى الحقائق. اللجنة عملت بجهد خلال الشهر الماضي وبعمل مكثف، تم استضافة القيادات الأمنية في نينوى، أكثر القيادات الأمنية في نينوى، كذلك استضافة المدراء الخدميين، البلدية، النفط، الكهرباء إلى آخره، السيد المحافظ، مجلس المحافظة. هناك أشرت اللجنة خلل كبير، هناك خلل كبير في العمل سواء الخدمي أو غير الخدمي، إضافة إلى توصيات في سبيل تقوية العمل الأمني. اللجنة إلى الآن مستكمل العملها، تكتب بالتقرير، هناك تقرير فيه توصيات، هذه التوصيات مهمة جدا أنا أعتقد من وجهة نظر اللجنة، وهي تمثل نواب نينوى بأجمعهم إضافة إلى نواب آخرين من محافظات أخرى تطوعوا أن يكونوا داخل اللجنة لإثراء عمل اللجنة. خلال انتهاء الفصل التشريعي سوف نقدم توصيات مهمة جدا إلى مجلس النواب للتصويت على هذه التوصيات. تقصي الحقائق بموجب الدستور والنظام الداخلي أعلى سلطة، أعلى سلطات المراقبة وأعلى سلطات المحاسبة التي هي من اختصاص مجلس النواب عليه. هذه التوصيات سوف تكون ملزمة للحكومة، سوف تكون ملزمة للحكومة المركزية وملزمة للحكومة المحلية في سبيل تأشير نقاط الخلل ونقاط الضعف وتأشير حتى الذين لم يقوموا بواجباتهم بشكل جيد أو ضعيف في سبيل أن ننهض في واقع هذه المحافظة التي تعرضت إلى أكبر نكبة في التاريخ بعد احتلال داعش والدمار الكبير الذي حصل في البنى التحتية، إضافة إلى فقدان عشرات الألوف من الشهداء وعشرات مئات أو ألوف المنازل والمحلات والمشاريع التابعة للقطاع الخاص. نعم، هذا أول نقطة من النقاط المهمة، أنه كل من تثبت عليه شبهة فساد أو يكون هناك دليل حقيقي، ونحن نجمع في الأدلة حقيقي على فساد، سوف يتم محاسبته من قبل مجلس النواب، ولن نتوانى في طرح هذا الأمر بشفافية وبدون مجاملة لأحد. رسالة اللجنة ورسالتي شخصيا إلى مدينة الحبيب الموصل محافظة نينوى أن يكون هناك تعاون كبير بيننا، بين أهالي محافظة نينوى مع القوات الأمنية في موضوع الخدمات. نعم، الحكومة يجب أن تعمل في نينوى المركزية والمحلية، لكن بدون تعاون حقيقي من أهالي نينوى وبدون تكاتف وتآزر بين أهالي نينوى لن نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الصعبة في تاريخ نينوى. وأعتقد أننا إذا تعاوننا مع بعضنا وتعاوننا مع الأجهزة الخدمية والأجهزة الأمنية نستطيع أن نعيد بناء نينوى بشكل قياسي إن شاء الله. يعني لحد الآن الوضع الخدمي ليس كالمطلوب، الحكومة المركزية مقصرة، الحكومة المحلية لديها نقاط خلل، لكن نتمنى على هذه الموازنة أو موازنة 2019 التي سعينا بشكل كبير لخدمة المحافظة. يعني على سبيل المثال كانت الموازنة بسنة 2018 لا شيء بالنسبة للمحافظة نينوى، ولا تتعدى أكثر من 180 مليار دينار. الآن لدينا فقط الموازنة للمحافظة عبر 680 مليار بجهود أعضاء مجلس النواب، حقيقة كان لهم دور، كل أعضاء مجلس النواب محافظة نينوى كان لهم دور كبير برفض نينوى. تم تخصيص مبلغ 135 مليار دينار مثلا إلى المدينة، إلى الساحل الأيمن بشكل خاص والمدينة بشكل عام، إضافة إلى 50 مليار مثلا للجسور. هناك فقرات في الموازنة لم تحصل نينوى عليها في السنوات السابقة، الآن وضعناها في الموازنة. إذا كان الصرف والعمل بدون فساد وبشكل جيد، أنا أعتقد نستطيع أن نضع بصمة في إعادة البنى التحتية في نينوى وخاصة الساحل الأيمن في هذه الموازنة إن شاء الله. هذه الأموال سوف تسلم بالحكومة المحلية وبمراقبة شديدة من قبل مجلس النواب ومراقبة صارمة من قبل مجلس النواب لهذه الأموال لكي تصرف وفق ما تم إعطاه له.